طيب هينضم لينا عبر سكايب من نيويورك الكاتب الصحفي الاستاذ محمد العالم. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. نعم، اهلا بكم الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. طبعا يعني ساعات قليله وامطار قليله بتفصلنا عن البيت الابيض. استعرضنا احنا يعني في قبل حضرتك عدد من الملفات الرئيسيه او مفاتيح كلا المرشحين، لكن هرجع لبعض التفاصيل فيها. لكن عايز ابدا بحضرتك مع مشاهداتك انت النهارده لليوم الانتخابي، عامله ازاي؟ يعني خاصه انه كان بعض التحليلات بتقول انه ربما يكون التصويت المبكر بهذا الحجم اللي وصل ل 81 مليون ناخب ممكن يكون مؤثر بشكل كبير جدا وربما حاسم في اليوم الانتخابي النهارده. نعم، هو لا، هو مش هيكون حاسم، بمعنى اننا لو رجعنا لاخر التصريح لحمله دونالد ترامب قالوا فيها ان ولايه بنسلفانيا فيها اقبال تاريخي حاليا اليوم، وبالتالي فكره التصويت بالبريد يعني لن تكون هي الحاسمه. يعني كان اكثر التوقعات او الاستطلاعات قالت ان التصويت بالبريد في صالح حارس، لكنها لم تحسم السباق الانتخابي نفسه. معظم الاستطلاعات حتى الان بتقول لا، ان في تقارب كبير بين الجانبين. اليوم يعني هو بيمر بشكل عادي، يوم تصويت، لكن في بعض المشكلات الفنية اللي بدأت تظهر في بعض مراكز الاقتراع الخاصة بعملية التصويت نفسها. لكن الأهم هنا في المشهد أن اليوم بدأ في حالة من الاستقطاب، بمعنى أن التصريحات من الجانبين فيها نوع من الاستقطاب. هذا يعني كان آخر تصريحات ترامب بيهدئ فيها من نبرة التزوير اللي قال فيها أنه إذا لم ينجح، لكنه اقتنع بأن العملية تمت بشكل لم يكن فيه تزوير، فإنه هيقبل بنتيجة الانتخابات. هذا يعني يعطي شعور بأن ترامب فعلا يعني في من تحدث إليه بأن حالة الاستقطاب الحادة الحالية ربما لن تكون في صالح أحد. يعني حالة الاستقطاب كمان من المؤكد أن هي هترجع الإعلان عن الفائز ليوم أو يومين من الآن، لأنه كل يشكك في كل شيء، وبالتالي هيكون من الصعب جدا فرز الأصوات والإعلان الرسمي اليوم. طيب هقف عند تصريح لهاريس، قالت النهارده يعني في تويتر: سنطوي في هذه الانتخابات صفحه الانقسام في الولايات المتحده الامريكيه. هل تعتقد انه فعلا هذه الانتخابات هتكون صفحه لانهاء الانقسام ولا تعميق هذا الانقسام، طبعا على ضوء ما حدث في الانتخابات الماضيه والتخوف من تكراره مره اخرى، بل انه المره دي كمان الاستقطاب بيقولوا انه ازدادت حدته بشكل أكثر قوة من الأول، طبعا مع التغيرات الدراماتيكية والدرامية اللي حصلت في كلا الحملتين طبعا خلال الفترة الماضية والتقارب الشديد ما بينهم؟ أنت إيه رأي حضرتك في هذه الجزئية؟ نعم، هو بهذه الوجوه والكوادر الحالية المتواجدة من الحزبين فمن المستحيل إنهاء حالة الانقسام، بمعنى أن السياسة الأمريكية حاليا تظهر افتقار كبير للكفاءات. يعني من هم على السطح حاليا؟ أولا دونالد ترامب هو في النهاية رئيس مدان، يعني هو تم إدانته بالفعل في 34 قضية. كمالا هاريس: الشعب الأمريكي مقتنع أنها لم تكن المرشحة المثالية، هي فقط البديل المثالي والمتوفر لجو بايدن، وبالتالي هذا يظهر أن هناك ضعف كبير في السياسة الأمريكية يؤثر على الداخل. ترامب متواجد منذ مغادرته للبيت الأبيض من 4 سنوات، ويعني يدفع في يعني نقطة حالة الاستقطاب، والحزب الديمقراطي لم يثبت أي جدارة في الفترات الأخيرة، بمعنى أن حتى الاتهامات التي وجهت لترامب كان هناك اتهامات مضادة لجو بايدن ونجله في قضايا الفساد الخاصة بعلاقته بأوكرانيا. وبالتالي السياسة الأمريكية يعني تنبئ بأن يعني الكوادر الحالية لا يمكن أن تستمر بهذا الشكل، وان يعني امريكا تحتاج الى فعلا يعني سياسه اخرى او توجهات اخرى من داخل الحزب الجمهوري والديمقراطي حتى تفرز وجوه جديده. لكن حاله الاستقطاب مستمره، اعتقد يعني في اعتقادي الشخصي ان ترامب ان لم ينجح اليوم فانه لن يقبل بهذه النتيجه، وسيدفع بمؤيديه للنزول للشارع مره اخرى، وربما نرى مشاهد اكثر ماساويه مما رايناه في مشهد اقتحام الكونغرس الشهير. نعم. طيب جزئية كمان مهمة المرة دي، يعني أنا عايز، وحضرتك طبعا موجود في الولايات المتحدة الأمريكية فأنت أقرب للصورة،
هو المزاج الامريكي عامل ايه؟ يعني الناخبين وهم رايحين النهارده الانتخابات، المزاج العام الامريكي بالنسبه للمواطنين عامل ايه؟ نعم، هو يعني الفترات السابقه تحكم على اليوم، بمعنى ان الناخب الجمهوري او المستقر على دونالد ترامب لم يغير رايه منذ مغادره ترامب للبيت الابيض، وبالتالي هذه اصوات مضمونه على الاقل 70 مليون صوت مضمون لترامب. ايضا الناخب الديمقراطي لم يغير رايه، وبالتالي كان هنا الرهان على الكتل المتارجحه والولايات المتارجحه، وعلى نسبه 25% من الحزب الجمهوري كان عندهم مبدا عدم ترشيح ترامب كمدان من الاساس، لكن الحزب الديمقراطي لم يستغل هذا الامر. لهذا انا رايت ان يعني المزاج العام في الداخل الامريكي في العموم هو يرى انه يريد استعاده حاله الانتعاشه الاقتصاديه التي كانت عليها الولايات المتحده الامريكيه في اول سنوات من حكم ترامب. الضغوطات الخارجيه التي يعني اعتقد انها كبر حجمها بسبب سياسه الحزب الديمقراطي في اداره الامور الخارجيه اثرت على الاقتصاد الامريكي، وبالتالي المواطن الامريكي لا يريد ان يعيد فترة بايدن مرة أخرى في صورة كامالا هاريس. أيضا هو يعني الخيار الآخر وهو دونالد ترامب أسوأ، لكنهم أنا أعتقد أن المزاج العام حاليا مضطر إلى وجود دونالد ترامب، وهذا ما أثبتته بعض التقارير كتقرير نشرته نيويورك تايمز منذ أيام، قال أن المزاج أو الحالة السياسية الأمريكية لا تتحمل أن يكون فيها الحزب الديمقراطي في الأربع سنوات القادمة على الأقل في البيت الأبيض وليس الكونغرس، وبالتالي أنا أعتقد أن المزاج العام ربما يتجه إلى الجمهوريين. نفس الدراسة أثبتت أنه وللمرة الأولى منذ عام 2004 الجمهوريين لديهم شعبية أكبر من الحزب الديمقراطي في الوقت الراهن. وأنا هستكمل معاك النقطة دي، ولكن أيضا لتطوير الفكرة، يعني إحنا خلال حملة المرشحين كان الديمقراطيين مركزين بشكل كبير جدا على فكرة أنه الانتخابات دي هتكون فرصة أخيرة للحفاظ على الديمقراطية والقيم الديمقراطية الأمريكية، وأنه ترامب هو اللي يمثل تهديد للقيم دي والعملية الديمقراطية، في حين مثلا نجد تصريحات زي مثلا إيلون ماسك اللي طبعا أعلن عن دعمه من بيقول النهارده في تصريحات انه على الامريكيين ان ينتخبوا ترامب حفاظا على الديمقراطيه، لانه لو ما انتخبوش ترامب هيكون نهايه فكره الحزبين الديمقراطي والجمهوري. هل ما نسمعه من قبيل المبالغات، وهل الحاله دي موجوده في الناخب او مزروعه في نفسيه المواطن الامريكي، ولا هو لا يعنيه ده ولا ده، هو يعني عايز بكره التضخم ده يقل ويجيب البيض بكام واللبن بكام ويحط البنزين بكام وشكرا جزيلا. نعم، هو كما قلت حضرتك، نعم الامريكي يهم في المقام الاول الاقتصاد وفقط، لكن فكره كان في ملفين بيتم اللعب عليهم ضد الحزب الجمهوري في الانتخابات السابقه، هو ملف الاجهاض الخاص بالنساء وملف الديمقراطية. نعم، هناك من يرى أن يعني دونالد ترامب كان خطرا على الديمقراطية، بما أنه مشروع المعلن في 2025 أن يلغي النظام الفيدرالي نفسه أو أن يقوم بالتلاعب فيه، لكن هنا هذا أيضا لا ينفي أن الحزب الديمقراطي كان خطرا على الديمقراطية في وقت من الأوقات، لأن الجميع يتعمد أن يعين على سبيل المثال قضاة في المحكمة الدستورية تابعين للهوى الديمقراطي أو الجمهوري، وبالتالي يتم تعطيل بعض يعني القوانين سواء من خلال المحكمة الدستورية أو من خلال الكونغرس، وبالتالي التلاعب بهذه زي انتهاب حارس لترامب وبتعينها شخص إضافي الثالث في المحكمة العليا مثلا. بالضبط، وبالتالي يعني نقطة الديمقراطية والجهاد لن يؤثروا كثيرا في هذه الانتخابات، لأن الحزب الديمقراطي صدم قطاعات كبيرة في الداخل الأمريكي. على سبيل المثال في ملف الهجرة لم يكن هناك داعي لأن يدخل أمريكا في الثلاث سنوات الأخيرة أكثر من 4 مليون مهاجر بطريقة غير مشروعة، هذا الأمر أسرع المواطن الأمريكي الذي كان متأثر بالفعل من أولا جائحة كورونا وأثرها، ثم ما حدث في الشرق الأوسط وفي العالم أجمع الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بدورها على الاقتصاد الأمريكي. لهذا رأينا أن كان هناك احتجاجات شعبية واسعة على فكرة المساعدات الغير محدودة المالية والعسكرية لأوكرانيا ولإسرائيل.
وبالتالي يعني هذه التصريحات تدخل في بعض الأحيان في نطاق التصريحات السياسية التي تريد أن تنشر نوع من الذعر من شخص مرشح معين، لكن بالتأكيد السياسة الأمريكية نفسها تحتاج أن تعيد يعني إدارة نفسها مرة أخرى وتخرج بوجوه جديدة في على الأقل في الانتخابات القادمة في 2028، وربما يكون هناك اتجاه لعدم الاعتماد على الحزبين، لأن فكرة الاعتماد على الحزبين يعني أثبتت في هذه الانتخابات أنها من الممكن أن تصل بالسياسة الأمريكية إلى طريق مسدود، وهو فكرة أن يختار الناخب الأمريكي بين السيء والأسوأ. طيب ليه في قصة الولايات المتأرجحة هقف عند جزئيتين. الجزء الأولاني متعلق بولاية بنسلفانيا، ليه مسمين بنسلفانيا أم المعارك؟ اشمعنى بنسلفانيا تحديدا؟ كمان الاتنين تصارعوا بشكل كبير جدا على ميتشيغان على الصوت العربي والإسلامي، فأتوقف الأول عندك عند بنسلفانيا أم المعارك، والتاني عند ميتشيغان وعن فكرة التصويت العربي والإسلامي في هذه الانتخابات، في انتخابات يعني بنتكلم عن بضعة ألاف ممكن تحسم العملية. فأعتقد أنه كلا المرشحين برضو يهمهم ولو استثناء حتى المرة دي الصوت العربي والمسلم في الولايات المتحدة الأمريكية. أتوقف الأول عند بنسلفانيا. نعم، هي بنسلفانيا لم تكن مضمونة في أي انتخابات في التاريخ الأمريكي، لأن فيها تنوع كبير، بمعنى أن بنسلفانيا أولا بتضم يعني قطاع كبير من الطائفة اليهودية المحافظة التي كانت تعطي صوتها دائما للحزب الديمقراطي، لكن في هذه الانتخابات هناك تخوفات لدى هذه الطائفة، وبالتالي ربما تخرج من حسابات الحزب الديمقراطي وتقوم بإما تصويت عقابي في عدم التصويت لأي من الطرفين أو أن تذهب هذه الأصوات لترامب، وبالتالي احتدت المنافسة فيها. أيضا بنسلفانيا تحتوي على قطاعات كبيرة من يعني الأمريكان من أصول لاتينية، وأيضا هناك مهاجرين من أصول عربية. إذا التنوع الخاص بنسلفانيا يجعل المنافسة فيها محتدمة بشكل كبير، لهذا يعني رأينا أن كامالا هاريس لم تغادر بنسلفانيا يعني في الساعات الأخيرة، بينما دونالد ترامب يعني كان متواجد في بنسلفانيا ونورث كارولينا وميتشيغان، لكن كامالا هاريس استشعرت خطر كبير أنها ربما تفقد ولاية كانت مضمونة لهم على الأقل في الانتخابات السابقة، وبالتالي هي أم المعارك لأن ترامب دخل فيها وبقوة في هذا العام وربما يفوز من خلالها. أيضا هي في المجمع الانتخابي لها أصوات كبيرة وربما يكون لها عامل حسم في وقت من الأوقات.